مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحابته الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أعزائي طلاب الصف الحادي عشر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس التربية الإسلامية في مجال الفقه الإسلامي. نتناول لهذا اليوم درس أحكام النذور، الجزء الأول من هذا الدرس، صفحة الكتاب رقم 124. أهدافنا لهذا الدرس: نتوقع منك عزيز الطالب في نهاية هذا الدرس أن تكون قادرا على أن تتعرف أو تعرف النذر لغة وشرعا، تبين حكم النذر، والهدف الثالث أن تعدد شروط صحة النذر. التهيئة: أتلو الآيات الكريمة ثم أجيب عن الأسئلة التي تليها. قال الله تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العظيم. هذه الآيات من سورة الإنسان. ما الأعمال التي استحق بها الأبرار دخول الجنة؟ الأعمال التي استحق بها الأبرار دخول الجنة هي الوفاء بالنذر والإنفاق والإطعام في سبيل الله وابتغاء مرضاته. بماذا جزاهم الله تعالى على أعمالهم؟ جزاهم الله تعالى على أعمالهم بدخول الجنة والتنعم بنعيمها. ننطلق إلى أهداف الدرس أحبائي الكرام، وهدفنا الأول نعرف النذر لغة واصطلاحا. النذر في اللغة هو الإيجاب، وأما شرعا واصطلاحا فهو إلزام مكلف مختار نفسه بعمل لله تعالى. إلزام مكلف أي مكلف شرعا مختار نفسه بعمل لله تعالى، أي أن هذا المسلم إذا انطبقت عليه شروط التكليف في الإسلام فإنه عندما ينذر يلزم نفسه باختياره. مثال ذلك: قال سلطان لله علي، هذه صيغة النذر، لله علي أن أعتكف في المسجد هذا، لله علي أن أعتكف في المسجد هذا العام في العشر الأواخر من رمضان. لاحظ عزيز الطالب صيغة النذر لله علي، لله علي أن أعتكف في المسجد هذا العام في العشر الأواخر من رمضان. نأتي إلى المثال، تأمل المثال السابق ثم حدد عناصر التعريف من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية. من هو المكلف؟ المكلف شرعا هو سلطان. من الذي قال ومن الذي نذر؟ هو سلطان. قال لله علي، من الذي قال لله علي؟ سلطان. لمن كان نذره؟ لله علي. إذن لمن كان نذره؟ لله تعالى. ما العبادة التي نذرها؟
نذر الاعتكاف. ما الصيغة التي قالها؟ قال لله علي أن أعتكف في المسجد، هذه هي الصيغة التي انعقد بها نذره. التقويم، السؤال الأول في صفحة الكتاب رقم 131، ما المقصود بالمصطلحات الآتية؟ النذر شرعا هو إلزام مكلف مختار نفسه بعمل لله تعالى. ننتقل الآن أعزائي إلى الهدف الثاني، ونبين حكم النذر. النذر مكروه ولو كان عبادة لله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، رواه مسلم. إن كان النذر نذر طاعة وجب الوفاء به، وجب الوفاء به. صحيح أننا قلنا أن حكمه في الأصل أنه مكروه، لكن حصل ونذر شخص ما فإنه يجب عليه الوفاء بنذره. لماذا؟ تعليل ذلك أن الله تعالى محاسبه عليه. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. كذلك أثنى الله تعالى على الموفون، على الموفون بالنذر، فقال عز من قائل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصي. لدينا في صفحة الكتاب 126 فقرة زدني، نسلط الضوء هنا على هذه الفقرة أعزائي الطلاب. يظن بعض الناس أن النذر يحقق له أمانيه وأهدافه، لذلك يلجأ بعض الناس إلى النذر. إذن يظنون أن هذه النذور قد تحقق أمانيهم وأهدافهم التي يصعب الوصول إليها، وهذا طبعا ظن خاطئ، وهذه معلومة خاطئة. فالنذر كما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقدم ولا يؤخر من قضاء الله تعالى وقدره شيئا. السؤال السادس من أسئلة التقويم في الصفحة رقم 131، اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. إحدى صيغ الصيغ الآتية تعد نذرا، إذن صيغة واحدة تعتبر نذرا منعقدا، أما باقي الصيغ فليست من صيغ النذر. ما هي؟ نعم، لله علي أن ألتزم بمحاسن الأخلاق. إذن لاحظ الصيغة لله علي. حكم النذر كما تقدم وقلنا أن النذر في الأصل أنه مكروه. الهدف الثالث، نعدد شروط صحة النذر. يشترط لصحة النذر ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الناذر عاقلا بالغا، وهذا ما تقدم الحديث عنه بالمكلف شرعا، هذا هو المكلف شرعا، عاقل بالغ. فلا يصح مثلا على سبيل المثال، فلا يصح من الصغير نذره لأنه ليس بالغا، ولا من المجنون لأنه ليس عاقلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه الترمذي. الشرط الثاني من شروط صحة النذر أن يكون الناذر مختارا وليس مكرها، وذكرنا ذلك بالتعريف باختياره. إذن
بإرادته دون أن يكرهه عليه أحد. فلو أكره مثلا أحد عليه فلا يصح هذا النذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه. الشرط الثالث من شروط صحة النذر أن تكون صيغته أو عبارته، عبارة النذر، تدل على أنه ألزم نفسه بشيء من الطاعات لله تعالى، كأن يقول: نذرت لله تعالى أن أتصدق بمئة ريال اليوم، أو لله علي أن أحفظ سورة الملك، وغير ذلك من الأمثلة. في الصفحة رقم 126 نسلط الضوء أيضا على فقرة زدني: يصح النذر من الكافر إن نذر لله تعالى، ويجب عليه الوفاء به إن أسلم، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، رواه الترمذي. التقويم. السؤال الرابع في الصفحة رقم 132: يشترط لصحة النذر ثلاثة شروط، اذكرها. كما قلنا سابقا: أن يكون الناذر عاقلا فلا يصح نذر الصبي أو نذر المجنون، أن يكون الناذر مختارا بإرادته دون أن يكره فإن أكره فلا ينعقد نذره، وأن تكون صيغة أو عبارة النذر تدل على أنه ألزم نفسه بشيء من الطاعات لله تعالى، كما تقدم وقلنا في الأمثلة السابقة. الغلق الختامي. وضح المقصود بالنذر. نحاول أعزائي الطلاب الآن أن نقف الفيديو هنا ونتذكر ما تم شرحه سابقا. نعم، النذر إلزام مكلف مختار نفسه بعمل لله تعالى. ما هو حكم النذر أو بين حكم النذر؟ النذر مكروه ولو كان عبادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، رواه مسلم. أما إن كان النذر نذر طاعة فيجب الوفاء به لأن الله محاسبه عليه. نعدد شروط النذر: أن يكون الناذر عاقلا، وأن يكون الناذر مختارا بإرادته دون أن يكره، وأن تكون صيغة أو عبارة النذر تدل على أنه ألزم نفسه بشيء من الطاعات لله تعالى. الواجب أحبائي الطلاب في البيت في الكتاب المدرسي بإذن الله تعالى حل النشاط ونظم تعلمي في الصفحة رقم 103. انتهى أعزائي الطلاب الدرس لهذا اليوم، شاكرا لكم حسن إصغائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى نتم فيه درس أحكام النذور، والسلام عليكم.